باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سؤال معانا النهاردة، سؤال من شخص مبارك يبدو أنه هو راجل قارئ وباحث ممتاز، بيقول ليه المسيح كان أحيانا يطلق على نفسه لقب ابن الإنسان؟ سؤال جميل يدل أن اللي سأله راجل بيحب يقرأ كويس. بنشكره على هذا السؤال، والإجابة أن السيد المسيح استخدم هذا اللقب كثيرا جدا في الحديث عن نفسه، وكان هدفه ان هو يؤكد حقيقة تجسده. فالمسيح له المجد، هو ابن الله مولود من الآب قبل كل الدهور زي ما بنقول في قانون الإيمان، ولكنه هو نفسه ابن الإنسان. يعني هو نفسه اللي اتولد من العذراء في ملء الزمان، خد منها الناسوت كامل بفعل الروح القدس. عشان كده بنقول ان المسيح له المجد له ميلادان، ميلاد الاول من الاب ده باللاهوت، الميلاد الثاني من الست العذراء حسب الناسوت، بس هو نفسه مش حد تاني. يعني هو نفسه اللي اتولد من الاب، وهو نفسه اللي جه للعالم واتم الفداء، وهو نفسه اللي هيجي عشان يدين الاحياء والاموات ويملك الى الابد. والسيد المسيح استخدم هذا التعبير في أمور تخص طبيعته الإلهية، زي ما استخدم برضو أحيانا تعبير ابن الله في أمور تخص طبيعته الإنسانية، برضو عشان يأكد أنه هو نفسه هو ابن الله وهو ابن الإنسان في نفس الوقت لما تجسد من أجل خلاصنا. يعني مثلا لما يقول إيه، أن ابن الإنسان هو رب السبت، ومثلا لما يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، ومرة تانية يقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده، ومرة بعد كده يقول تعلموا أن ابن الإنسان سلطان على الأرض لكي يغفر الخطايا، لما كانوا اليهود بيسألوا يعني إزاي بتقدر تغفر أن بيغفر الخطايا إلا الله وحده يعني. وبعدين من جهة تانية برضو يقول إيه، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنا بقى استخدم لقب ابن الله الوحيد عن نفسه في موضوع يخص الصلب، والصلب ده تم بالجسد، يعني اللاهوت ما كان ممكن للاهوت ان هو يصلب، لاهوت ما نقدرش نصلبه، لكن لما تجسد وصار ابنا للإنسان وصلب جسديا وأسلم الروح الإنسانية في يد الآب، لكن لاهوت لم ينفصل لا عن جسده ولا عن روحه الإنسانية لحظة واحدة ولا طرفة عين. فعبارة ابن الإنسان دي استخدمها المسيح عشان يأكد ناسوته. وبعدين أجمل عبارة بقى لما بيقول إن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وبعدين طب اللي جه يطلب ويخلص ما قد هلك هو ابن الله الوحيد، لكن هو بيحب يعني يلقب نفسه إن هو ابن الإنسان عشان يفهم منه إن هو نفسه هو الإله المتجسد. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ودي الحاجة الجميلة اللي بترنمها الكنيسة في تسبيحة نص الليل عن السيد المسيح في التضكيات، لما في تضكية يوم الخميس لما بتقول لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر لكنه الإله الحقيقي أتى وخلصنا. لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر لكنه الإله الحقيقي أتى وخلصنا. هكذا يعني دي التضكية بتاعت يوم الخميس، يعني هو ابن الله الكلمة لما جه اتجسد وبقى ابن بشر يعني ابن الإنسان، لم يتغير عن كونه أنه هو الإله الحقيقي الواحد مع أبيه والروح القدس، تجسد وتأنس من أجل خلاص الإنسان. برضو بنقول في تضكية يوم الاثنين، أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر أتى وخلصنا. يعني هو اللي أشرق، واللي أشرق من العذراء هو الله الكلمة لما ظهر في الجسد. وفي ميلاده البتولي من القديسة العذراء مريم
تجسد ولكن بغير زرع بشر وبلا خطية، وهو قدوس بلا شر ولا دنس، وهو غير ميل طبيعي نحو الخطية وضعفاتها ونقائصها لدرجة بكمال لا يوصف، يعني لدرجة أنه قال عن نفسه: من رآني فقد رأى الآب. فعبارة ابن الإنسان اللي قيلت عن السيد المسيح، خدوا بالكم، لا تنتقص من مكانته، بالعكس هو كان يريد أن يؤكد حقيقة تجسده وتأنسه، لأن معروف طبعا أن أي إنسان هو ابن الإنسان، يعني أنا مش محتاج أقول أن أنا ابن الإنسان لأن الإنسان وابن إنسان، لكن السيد المسيح احتاج أن هو يقول هذه الكلمة ويؤكدها ويكررها أكثر من مرة في الكتاب المقدس عشان ندرك معنى ظهوره في الجسد، وأن ظهوره ده مش مجرد زي ظهورات العهد القديم لما كان بيظهر مرة كده في شكل، يعني مثلا لما ظهر لإبراهيم أو ظهر ليعقوب أو إلى آخره، لكنه تجسد حقيقي وخد طبيعتنا البشرية ولكنه كان بلا خطية. أرجو أن يكون المعنى اتضح أمامنا. لإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.